جماعة جيش الله. قد يتبادر إلى ذهنك للوهلة الأولى أنها مجموعة متطرفة من الشرق الأوسط، لكنها أبعد من ذلك بكثير. فماذا نعرف عنها؟ منظمة دينية ظهرت حديثاً في قلب ولاية تكساس الأمريكية، حيث يدور صراع لا هوادة فيه بين الولاية المحسوبة على الجمهوريين والحكومة الفيدرالية، والسبب هو مسألة ضبط الحدود. والجماعة تضم عدداً من الأمريكيين الذين اختاروا وصف أنفسهم بجيش الله، مؤكدين أنهم مكلفون من الله بحماية تكساس مما يعتبرونه غزواً للمهاجرين. ولم يتم الكشف عن عدد الأفراد الفعليين في هذا الجيش، لكنه يضم المئات على الأقل، وغالبية أعضائه من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب. لكن الجماعة تضم كذلك عناصر من النازيين الجدد، وممن يؤمنون بنظريات المؤامرة، وشعارهم الجامع هو لنستعد حدودنا. ووصل التوتر المتصاعد بين حاكم الولاية غريغ أبوت والرئيس جو بايدن إلى مرحلة القتال من الله، وفقاً لتقرير شبكة MSNBC الأمريكية، حيث تجمع مئات الأشخاص في شاحنات كبيرة وصغيرة وعربة سكنية في جنوب تكساس للتظاهر ضد المهاجرين غير الشرعيين وللمطالبة بضوابط جديدة صارمة على الحدود الأمريكية مع المكسيك. بداية المشكلة جاءت مع منع ولاية تكساس عملاء حرس الحدود الفيدراليين من إزالة حاجز الأسلاك الشائكة المثبت. حينها وصف البيت الأبيض سياسات ولاية تكساس بأنها غير إنسانية وتسفر عن نتائج عكسية، لكن حاكم الولاية دافع عن قراره متعللاً بعدم قيام البيت الأبيض بالوفاء بالتزاماته بضمان حماية حدود الولاية. في النهاية، الأسلاك الشائكة الممتدة على الحدود مع المكسيك لا تزال تسيطر عليها قوات حرس ولاية تكساس وعناصر من جيش الله، وضع حول إيجل باس وتكساس كلها إلى ثكنة ومركز عبور قد ينفجر في أي لحظة.